بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر طارق فؤاد، رئيس قسم اللغة الإنجليزية بمدرسة دكتور يحيى المشاد الرسمية للغات. النهاردة مع فيديو جديد، والفيديو ده يخص طلبة الثانوية العامة اللي الأيام دي بيمتحنوا، والنهاردة احنا بنرجع لهم على اللغة الإنجليزية، وتحديدا على كل كلمات المنهج وكل قواعد المنهج من خلال أسئلة اختياري. وطبعا الأسئلة كتير جدا، وكل سؤال إن شاء الله هنقول إجابته وفي نفس الوقت هنقول ليه، فبالتالي يبقى مراجعة مباشرة عملية. طبعا ما تنسوش لو الفيديو أعجبكم بإذن الله الدعاء ليه، والحاجة التانية الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. يلا نبدأ، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Number one, I sent a photo as an email space with my application form. طبعا أنا بعت صورة كإيه؟ كattachment. Attachment بمعنى مرفق أو حاجة ملحقة بشيء. طيب. Number two, my mother has a note that children learn best by playing games. والدتي عندها ايه؟ عندها اعتقاد، عندها مبدأ ان الاطفال بيلعبوا بيتعلموا اثناء اللعب يعني، فيبقى اعتقاد بمعنى ها بليف، بليف بالاف طبعا، لو بالفي اي دي معناها ان الفعل اللي هو يصدق. اوكي. نمبر 3، يحيى حقي was one of the not of modern Egyptian literature. طبعا يحيى حقي كان هو احد البايونيرز، بايونيرز معناها الرواد في الأدب المصري الحديث. Number four, the novelist. Novelist يعني الروائي. Not an important prize for his best novel. الروائي هل هنقول one ولا gained ولا beat ولا earned؟ طبعا هي one لأن الدخلة في نطاق مسابقة. طيب earned دي بتيجي مع المال دايما، وgain مع الأشياء المعنوية، وbeat للهزيمة والفوز وحاجة زي كده. Number 5, my friend tried to make me change my mind. صاحبي حاول يغير رأيي. But I not on my opinion. ولكني أصريت على رأيي، بقى insisted. Number 6, I didn't go to school until I. هنا دي على الجرامر. أنا ما روحتش المدرسة حتى not breakfast. طبعا لما لقي until وفي عندي to tenses، عندي زمانين واحد فيهم سبق التاني، في عادة بجيب الباست بيرفكت اللي هو had had، وانتل عادة دي قاعدة. having هنا معناها بعد اتمام او بعد انهاء. not the visa. I booked a flight to Canada. طبعا having ايه؟ received. طب ايه قاعدة having يا مستر؟ قاعدة having بيجي وراها الباست بارتيسيبل عشان تحل محل افتر وفاعل وهاد، يبقى ملاقي having اخد الباست ايه؟ participle او التصريف التالت. Number 8, as soon as I saw the accident، بمجرد ما شفت الحادثة I not the ambulance، اتصلت بالشرطة. طبعا هنا في حدث حصل، شاف الاول وبعدين اتصل، يبقى اللي حصل التاني دايما هيبقى ماضي بسيط. ولكن خد بالك من حاجة، ان ممكن as soon as هنا كانت تيجي بعديها had seen، يعني تيجي ماضي تام، تيجي ماضي بسيط او ماضي تام عادي، لكن اهم شيء الحدث التاني لو حصل بعد كده لازم يبقى past simple او ماضي بسيط. Number 9, I returned. Returned يعني رجعت. The book to the library. رجعت الكتاب للمكتبة. When I not it. لما انا قريته. طب انا رجعت الاول ولا قريته الاول؟ طبعا قريته الاول، يبقى ده الحدث الاقدم، ودايما يجي ماضي تام، يبقى had. Hadred. Number 10. By dinner time. By هنا معناها مع حلول وقت العشاء. My mother not prepared all the dishes we like most. Food was really delicious. يعني لما جه ميعاد العشاء ماما كانت جهزت قبليها، يبقى ايه؟ had already. Had already طبعا دي طبعا الماضي التام عشان عندي هنا في past participle. Okay. Number 11, there are always economic crises. Economic crisis معناها الكوارث الاقتصادية.
يبقى there are always economic crises not wars. طبعا أثناء الحروب دايما بيبقى فيه كوارث اقتصادية أو مصائب اقتصادية أثناء الحروب. Number 12, I not till my friend arrives to go to the club together. A left, B didn't leave, won't leave, am leaving. طبعا زي ما قلنا قبل كده قاعدة until هيجي قبليها ماضي بسيط منفي وبعدين ماضي تام. طبعا الكلام ده غلط لان دي انا بتكلم دلوقتي على علاقة المستقبل. علاقة المستقبل بقى مختلفة عن علاقة الماضي. علاقة الماضي صح الكلام ده فيه، لكن علاقة المستقبل طبعا لما يجي حدثين يحصلوا في المستقبل واحد فيهم يبقى future والتاني يبقى present simple او present perfect. فانا عندي هنا present simple او يبقى فاضل الايه ها الfuture يبقى ايه won't leave. اوكي يبقى I won't leave يبقى ملاقي until او till خاصة بالمستقبل بجيب قبلها won't leave وبعديها بجيب present simple او present perfect. number 11 while not for school bus I met one of my old friends. سامع حد بيقول انا عارف قاعدة while بيجي وراها ماضي مستمر او past continuous يعني was or were plus verb plus ing، فهاخد طبعا هنا was waiting. الكلام ده غلط. طب ليه غلط؟ لان هنا while مفيش subject مفيش فاعل، لما يكون مفيش فاعل على طول اخد الverb مضاف له ing على طول. وعاوزين نفرق ما بينها وما بين during. during معناها اثناء، زي ما جبنا في الاكزامبل اللي فوق شفنا during هنا جه وراها ايه؟ جه وراها noun اسم. طب مستر مش هو ال ing بيبقى اسم؟ اه في حالات كتير قوي بس مع while لا، لازم while يجي وراها verb مضاف له ing لو مفيش subject. number 12 a week old moon looks like a، يعني القمر اللي عمره اسبوع بس بيبقى شكله عامل زي اللي هو الهلال زي ما احنا بنقول كده شبه دائره اللي هي بيسموها يا جماعه سيمي سيركل. سيمي سيركل. number 13 عبد التواب يوسف started studying بدا يدرس not at Cairo University. درس ايه؟ طبعا ايه اللي هيدرس اللي هينفع في الاربعه دول؟ هو politics اللي هي الايه السياسه. خلاص كده. طبعا policy دي معناها سياسه معينه لكن هنا كان politics علم السياسه. politician سياسي، بوليس طبعا معروفه. number 14 عبد التواب يوسف won. قلنا won بمعنى فاز، ما حدش يقولها won هي won. عبد التواب يوسف won many a for his works. طبعا works هنا واحد هيقول لي يا مستر انت work مش مفهوم متعلمين ان هي uncountable لا تعد، المفروض يقول work. لا هنا هنا صح. طب ليه يا مستر خدت اس او اتعملت كابلورال؟ طبعا لان هنا مقصود مش مقصود بيها الاعمال او الاعمال العاديه، مقصود بيها الاعمال الفنيه. يبقى الاعمال الفنيه او الابداعيه يجوز ان انا احط اس لورك. طيب يبقى نرجع تاني للجمله. عبد التواب يوسف وان ميني فاز بالكثير من الايه على اعماله في كثير طبعا من الاوردز. طبعا الاوردز بتساوي كلمه برايزز كده. نمبر 15 عبد التواب يوسف دايد توفى ان 2015 سنه 2015 نوت 87. عاوز اقول لك عن عمر يناهز. كلمه عن عمر يناهز الكلمه دي او دي بالانجليزي كلمه واحده بس اللي هي aged. اوكي يا جماعه. نمبر 16 our teacher deals with us in a not way we all respect him. المدرس بتاعنا بيعاملنا باسلوب ايه او بطريقه ايه فكلنا بنحبه طبعا بطريقه ابويه fatherly. fatherly بمعناها طريقه ايه ابوي. a teacher is like the not of the earth. المدرس زي ايه على الارض. خلاص whatever level you reach ايا ما بتوصل مستوى يعني اي مستوى بتوصل له you can dig deeper to find richer ones. بتقدر تحفر اكتر عشان تلاقي اكتر. يبقى المدرس عامل زي الايه ها الطبقات. طب ايه layers دي؟ layers يعني طبقات. فمقصود بها المدرسين يعني مستويات يعني. Number 18 don't give your children all that they want. تديش ولادك كل اللي هم عاوزينه. So as not to لكي لا نقعد them عشان ما ايه عشان ما تفسدهمش spoil. جميل. 19 a good teacher مدرس كويس should not his students in a friendly way. يجب ان هو ايه طلاب بتوعه بطريقه كويسه. طب talk طبعا توك لازم عشان تيجي يجي بعديها اسم يبقى معاها حرف جر توك ويز او توك تو. سايلنس سايلنس معناها صمت او يصمت برضه. ديبرس دي بقى بمعنى يقمع
يقمع. speak طبعا يتكلم. هي طبعا ان هو ايه ساينس يعني سكتهم بشكل في نوع معين من الود يعني. خلاص كده يبقى ساينس ممكن تيجي كفيرب. نمبر 20 to achieve greater results عشان تحقق نتائج عظيمه. A teacher should المدرس لازم ايه not his students لازم discourage ولا bully ولا stop ولا discipline. طبعا هي discipline. طب ايه discipline دي يا مستر؟ discipline بتيجي كاسم وكفيرب. بتيجي كاسم بمعنى النظام وكفيرب بمعنى ينظم او يعود حد على النظام. اما ليه بولي دي يا مستر؟ بولي دي معناها يعني يبلطج او ان هو يتعامل بعنف مع حد او يتنمر زي. Number 21 the government not a lot of flyover bridges recently. طبعا ما الاقي recently على طول يجي ببالي present perfect. presently يعني فترة أخيرة فبيجي معها present perfect has been. علي is very happy. علي سعيد جدا. he not a medal for writing poetry. علي سعيد جدا دلوقتي ادي مضارع. فلما اجي اجيب حاجه يبقى اي حاجه لسه ليها اثر في المضارع دلوقتي بتخليه سعيد فعاده بيبقى ده برضو البريزنت ايه بيرفكت. يبقى البريزنت بيرفكت دايما لما يكون حاله معينه جديده او حدث لسه حاصل قريب وليه اثر بجيب البريزنت بيرفكت اللي هو هاف او هاز بلس بي بي. نمبر 23 يو نيدنت ميك فود انت مش محتاج تعمل اكل. ليه يا سيدي؟ اي نوت ا جود ميل اوريدي انا بالفعل طبخت زي ما قلنا مع ريسنتلي already برضو بتيجي مع present perfect يبقى ايه have cooked. have cooked بمعنى طبخ. okay number 24 مروة hasn't bought the new clothes. مروة ما اشترتش الملابس الجديدة لغاية دلوقتي. هي بتيجي مع النفي وفي آخر الجملة وعادة مع المضارع التام المنفي. a bad accident not placed on Cairo Alex desert road. في حادثة حصلت. مستر هو دايما ده خبر دايما مع الاخبار بنستخدم يا جماعه البريزنت بيرفكت لما نيجي نبلغ خبر يبقى ايه has taken place. كلمه take place معنى يحصل. I haven't seen مازن انا ما شفتش مازن نقط the last time we met in Alexandria. before بيجي وراها المده وسينس بيجي وراها جمله كامله او الحدث نفسه. فيقول لي ان دايما نقول ان سينس لاست since بيجي وراها كلمة last و for the last خلاص. ولكن لما يكون since ال the last بتاعتها ديت عبارة عن بداية حدث معين خلاص مش مدة مش مدة يعني أنا ممكن أقول دلوقتي for the whole month أو the last whole month أقول for لكن هنا بيقول لي the last time we met فما ينفعش أخد for لازم أخد since في هذه الجملة على عكس القاعدة اللي أنا متبعها لأن هنا دي بتتكلم على هنا عندي دي جملة في الماضي البسيط ومحددة بداية الحدث. Number 27 My cousin has lived abroad يعني ابن عمي عايش برا his childhood طفولته. طبعا دي برضو بداية الحدث فطبيعي وانا مغمض خالص هاخد ايه ها since هاخد ايه يا جماعة since. Number 28 The television is not on التلفزيون مش مفتوح. Can you press the هتدوس عليه عشان تشغله. طبعا هتدوس على الزرار يبقى ايه يا جماعة ها button. button معناه الزرار. e-books الكتب الإلكترونية اللي هي البي دي اف والحاجات زي كده are not book. طبعا الاي اختصار لكلمة ايه ها electric كهربي لا ها electronic اللي هو ايه electronic. number 30 do you think publishers هل تعتقد ان الناشرين اللي هم بيطبعوا الكتب will ever هل not traditional books with e-books هي ايه الكتب التقليدية بالكتب البي دي اف او الإلكترونية طبعا هيستبدلوا. طبعا هي كلمة ايه replace بمعنى استبدل او زي take the place off يعني. number 31 before people could use papyrus papyrus هو ورق البردي قبل ما الناس تستخدم ورق البردي they not the leaves of the grass in water يعني كانوا بيعملوا ايه للأوراق الشجر في المية طبعا بيحطوها جوه المية دي كده طبعا المقصود بيها بينقعوها طبعا يبقى تاخد كلمة soak بمعنى يغمر او ينقع خلاص كده وسوق ساعات تيجي بمعنى يمتص. number 32 أحمد likes football and tennis in addition he is a squash e متحمس عندي هنا كلمة متحمس في كلمتين تحديدا enthusiast و enthusiastic طبعا هو مش طبعا الأولى دي اللي هو الحماس والأخيرة دي بحماس فأنا عاوز أجيب متحمس طب مستر أجيب إيه ما الاتنين معناهم معنى واحد بس أقول لك خد بالك
لما ادم جاي اسكواشنا كصفه قبل يبقى لازم يجي ورا اسم خلاص كده. لو ما فيش اهديت خلاص كده وما فيش سكواش كنا قلنا انسوسياستيك صح، لكن هنا لازم اقول انسوسياست عشان اجيب اسم عشان الا. نمبر 33 we not clothes to make them whiter، بنعمل ايه الهدوم عشان نبيضها ونحط عليها الكلور والمبيضات والكلام ده؟ بليتش. يبقى بليتش بمعنى يا جماعه يبيض. نمبر 34 the letters EKB طبعا ده مقصود بيه اللي هو بنك المعرفه المصري are short for. short for كده دي معناها اختصار لي ها نقط، طبعا الاي اختصار المصري يبقى ايه ايجيبشن. in the past people made paper، في الماضي الناس كانت بتعمل الورق نقط cotton خلاص كده. طبعا ميد ايه فروم، ميد ايه يا جماعه فروم، بيصنعوا من القط. نمبر 36 someone is at the door، في واحد على الباب I not، فواخد قرار سريع وانا قاعد، لما قرار سريع وانا قاعد فبستخدم will يبقى ايه I will see him. نمبر 37 by the end of the next year مع حلول السنه الجايه the ministry of education وزاره التربيه والتعليم نقط new curricula، curricula يعني منهج based on life skills بيعتمد على المهارات الحياتيه. احنا عندنا هنا في by the end، لما تلاقي باي مع المستقبل فبتاخد دايما ما يسمى المستقبل التام اللي هو تكوين will have زائد البيبي، يبقى ما الاقي باي مع في جمله، خد بالك ان باي ممكن تيجي مع علاقه الماضي ما نلخبطش، لما تيجي مع علاقه مستقبل زي ما قلنا until، كل الروابط الزمنيه ليها علاقتين علاقه ماضي وعلاقه مستقبل، لما اكون في علاقه المستقبل فبجيب هنا will have ايه ها introduced. نمبر 38 I know the summer holiday in مرسى مطروح as planned كما هو مخطط، أول ما تلاقي كلمة مخطط دي يبقى تاخد going to على طول، يبقى I am going to spend، يبقى دلوقتي going to بتيجي مع التخطيط والنية المؤكدة أو الحدث القريب. نمبر 39 my little grandchild يعني حفيدي الصغير نقط 3 next Friday، طبعا دي حقيقة عمرية، مع الحقائق العمرية دايما بستخدم will be، بستخدم يا جماعة will be، يبقى عنده 3 سنين السنة الجاية. they have got the tickets هم معهم تذاكر خلاص كده زي نقط to London، طيب هم معهم التذاكر هنا يبقى هم جهزوا كل حاجة فبإيه they are flying خلاص كده. يبقى دايما لما بستخدم ال present continuous او المضارع المستمر بيكون الحدث ليه complete arrangement او يعني ترتيب كامل، يعني هم خططوا، لما يكون في حدث مرتب له تماما ومحدد له ميعاد والكلام ده بستخدم ال present continuous. number 41 this time next week وقت ده الاسبوع الجاي I will be on holiday هكون في اجازه I not on the beach، يبقى في الوقت ده الأسبوع الجاي هكون بعمل كذا. طيب ده بيدخلنا في زمن جديد، الزمن الجديد ده هو اسمه إيه؟ اسمه المستقبل المستمر. إيه حكاية المستقبل المستمر ده مستر؟ المستقبل المستمر ده بيعبر عن حدث هيحصل في المستقبل ويستغرق فترة معينة في المستقبل، يعني يقعد فترة كده هكون بيعمل حاجة، يعني حدث مش هيحصل في المستقبل ويخلص. طب تكوينه إيه الـ future continuous دوت؟ تكوينه will be plus verb plus ing يبقى إيه يا جماعة؟ will be lying. أوكي. during her life أثناء حياتها دكتور عيشة helped دكتور عيشة ساعدت إيه to not women's position in Egyptian society، ساعدت مصريات كتيرة إن هم إيه يحسنوا وضعهم يبقى إيه improve. طب أما الإيه move يحرك remove يزيل approve معناه يستحسن. دكتور عيشة argued for كلمة argue for معناه بيدافع عن بالكلام، هو كلمة argue لوحدها معناها يجادل لكن يجي معاها for بيبقى بيدافع عن حد بالكلام. دكتور عائشة argued for a more not role for women بتدافع من أجل يعني دور إيجابي يبقى positive. positive يعني يا جماعة إيجابي. دكتور عائشة's work الأعمال بتاع دكتور عائشة which had taken not much of her personal life كلمة يشغل حيز اسمها take up، ناخد بالنا take up معناها يشغل حيز، وليها take up معنى تاني بمعنى يحتل، هنا برضه ليه علاقة يحتل سواء الاحتلال اللي احنا نعرفه الاستعمار يعني أو الاحتلال اللي هو انك تشغل حيز. number 45 student should always be not toward their teachers الطلبة يجب أن تكون إيه تجاه مدرسينها. طبعا خد بالك إن هنا
في بعض الكلمات بتلخبط الطلبة. تعال نترجم الأربعة ونشوف استخدام الأربعة. respect الأول معناه احترم، ده فعل، أما التلاتة التانيين فهم صفات. respectful معناها إن هو شخص بيحترم الآخرين، يعني محترم، خلاص. أما respected فشخص بيتم احترامه، ولازم في الجملة نذكر مين اللي بيحترموه في الجملة دي، يعني محترم من قبل مين. طب والأخيرة respectable، شخص جدير بالاحترام أو يعني محترم برضو، عاملة زي respected كده، بس مش شرط نقول مين، يعني أقول فلان is a respectable man، خلاص، شخص محترم، أو he is from a respectable family، إن هو من عائلة محترمة. طبعا هنا بنتكلم على الأطفال، فبالتالي هناخد طبعا ها respectful معناها محترمين لمدرسنا. Number 46, my friend is very polite. He comes from a family. الحتة اللي قلنا عليها ديت. خلاص هو جاي من أسرة ها جديرة إيه بالاحترام. خلاص كده. فإحنا لما نقول شرط إن إحنا نقول مين اللي بيحترم الكلام ده، فعلى طول بنستخدم كلمة respectable. يبقى respectable معناه جدير بالإيه بالاحترام. Number 47, we all clapped. كلمة clap معناه يسقف يعني. When محمد صلاح scored his last goal. خلاص كده. طبعا يعني كلنا سقفنا بشكل فيه تقدير، appreciatively، خلاص كده، مقدرين الجون اللي جاب محمد صلاح، بنقدره وبنعتز بيه جدا. طبعا الفعل appreciate يقدر، appreciative مقدر، بس دي صفة، appreciation ده noun اللي هو التقدير نفسه. Number 48, لطفية النادي flew يعني طارت، بس مش طارت بطيارة يعني. Not in an international race from Cairo to Alexandria. في سباق دولي من القاهرة لإسكندرية، طبعا طارت بشكل فردي. كده اسمها ايه؟ solo. خلاص flew solo. Lonely دي معناها يا جماعة اللي هو شاعر بالوحدة او يعني في بالغربة وكده. Number 49, it's forbidden. يعني انه من المحرم أو من الممنوع to drive a car without holding a driving طبعا license، بدون ما يبقى عندك رخصة قيادة. Number 50, my uncle lives in المحلة. عمي عايش في المحلة، not is a big industrial city. طبعا هنا عاوزين نشرح حاجة مهمة قوي بتلخبط طلبة كتير. معظم الطلبة عارفة لما في مكان باخد وير، كلام مظبوط، لكن هنا مش هاخد وير. طب ليه مستر؟ لأن هو ما بيجيبليش بعد كده activity. لما يكون امتى اخد وير؟ لما يكون فعلا في مكان واخد وير، وبعدين يبقى في جمله فيها نشاط بيمارس في المكان ده. لكن انا هنا بقول معلومات عن المكان، فهستخدم which. يبقى لما يكون معلومات عن المكان بستخدم ايه؟ which. اوكي يا جماعه. وعاده وير بيبقى وراها جمله كامله فيها فاعل والكلام ده. خلاص. Number 51, Mrs. Iman has got her PhD. Mrs. Iman حصلت على الدكتوراه بتاعها. Not we all congratulated her. كلنا هنيناها. يعني اللي عليها هنيناها، يبقى ايه؟ on which. On which. خلاص كده. لان congratulate مع حرف الجر ايه؟ on. Shakespeare was a great playwright. Playwright يعني مؤلف مسرحي. شكسبير كان مؤلف مسرحي عظيم. Not plays are famous. مسرحياته مشهورة. طب لما يجي هنا شيء يمتلك، شيء يمتلك وقبليه مالك، على طول اخد يا جماعه هوز. طب مستر ما في هوز هنا، دي اختصار لهو از او هو هاز، ماليش دعوه بيها. نمبر 53, I don't believe not he says. انا مش مصدق ها not اللي بيقوله. He usually lies. ما كلمه ما باللغه العربيه بتترجم في الانجليزي what he says. خلاص كده. وفوات هنا جاية كجملة في جملة خبرية. Number 54, the 6th of October يعني حرب 6 أكتوبر أو اليوم نفسه 1973 was the day، كان اليوم. طب مستر انت مش قلت لي الأيام، بيجي معها when؟ طبعا أيوة صح، ولكن يجوز ان انا اجيب which ومعها preposition. The Egyptian army. طب ده يوم، يبقى مع الأيام بيجيب on، مش كده؟ فاكرين in on at. خلاص on مع الايه؟ ها مع الايام. Number 55, Mr. Adel not is our manager is very friendly. ادم هنا في عاقل وبجيب معلومه عنه، اجيب ايه يا جماعه؟ هو على طول. Verses have words. Verses اللي هو الابيات الشعريه.
بيبقى فيها كلمات ذات نقط at the end of the، يعني ليها قافية في الآخر. طبعا قافية أو بتعمل قافية اسمها rhyme، rhyme تتناغم يعني. Number 57 it's necessary not to not rules، من الضروري ألا القواعد، ألا إيه بقى to break rules، هنا معناها يعني يخرج عن القواعد، يعني يكسر القاعدة، يعني إنه يخرج عنها وما يتبعهاش. Number 58 are أحمد شوقي's poems، هل قصائد أحمد شوقي not treat، يعني هل هي صعبة في قراءتها؟ كلمة صعبة هنا يا جماعة معناها challenging. واحد يقول لي يا مستر مش challenge معناها يتحدى، أقول لك أيوة، وليها معنى تاني اللي هو لما يكون ing هنا ده متحدية أو صعبة challenging. إيميلي ديكنسون was good at both writing and the piano، طبعا كانت جيدة في الكتابة وفي عزف البيانو طبعا اللي هو ايه playing. Number 60 my favorite A is called F، ايه المفضلة عندي اسمها F، طبعا القصيدة بتاعتي خلاص كده. If I can stop one heart from breaking، طبعا اللي هي ايه poem يا جماعة. Number 61 some people believe that sun is a symbol of optimism، طبعا مش مقصود بها الشمس هنا، دي جاية كصفة. sun ايه يعني رمز على التفاؤل، sun seat ولا set ولا shower ولا shine، طبعا sunshine، sunshine طبعا دي معناها شروق الشمس، ملاش علاقة بالتونة على فكرة. طيب number 62 don't make noise، ما تعملش دوشة، the baby is asleep، asleep معناها نائم، ودي صفة يا جماعة بس ما ينفعش تجيب وراها اسم، ما قولش أسليب بوي غلط، لكن تيجي أسليب كصفة منفصلة. 63 I walked on the beach to enjoy fresh air، أنا مشيت على الشاطئ لكي أستمتع بالهواء الإيه المنعش، طبعا along the beach، along اللي هي كده الإيه لازقة فيها معناها يعني بطول، يعني لما أجي along يعني المسافة دي كده معناها إن دي صفة، خد بالكوا along كذا يعني along day مثلا أو along way. Number 64 my school is not a kilo from the nearest metro station، المدرسة بتاعتي عاوز أقول على بعد نص كيلو، يبقى half a kilo، نحفظ كده half a kilo المسافات، قول half a kilo quarter a kilo وهكذا. Number 65 not cars have wheels، cars معناها السيارات لديها عجل، طبعا all cars، وقول هنا معناها الجميع، وبيجي وراها يا جماعة اسم جمع. What day is today، النهاردة ايه يا جماعة، the 15th or the 16th، هل النهاردة 15 ولا 16، واحد يرد نقط يقول له نقط it's the 15th، لا ده ولا ده، فلما اقول لا ده ولا ده يبقى اقول neither، طبعا هي دي اسلوب مختصر هنا neither يعني ولا واحد فيهم، لكن لو انا حبيت اجيب جمله كامله فيها نايزر بيبقى عاده اقول نايزر اوف كذا، اجيب اسم بلورال، او اقول نايزر واسمه بعدين نور واسم تاني اللي هو لا ولا، لكن انا بقول ولا واحد فيهم فخلاص قال له نايزر وخلاص. نمبر 67 اي جو تو ذا سكول لايبرري نوت ويك، انا بروح لايبرري كل اسبوع، طبعا افري ويك عشان افري بيجي وراها اسم مفرد برضه. Number 68 I asked two people to show me the way to Cairo Tower، طلبت من شخصين اعرف مكان برج القاهرة، but not could help me، لكن ولا واحد فيهم ساعدني، ادم قال but يبقى هينفي مش كده، يبقى نقول ايه but neither، but يا جماعة neither of them يعني او اختصار neither وخلاص. Number 69 علي couldn't decide which of the two shirts to buy، علي مش عارف يقرر اي واحد فيهم يشتريه، لان هي لايكس ايه، هو عجبه الاثنين، هي لايكس ايه بوس، هي لايكس بوس. نمبر 70 دو يو وونت تي اور كوفي، عاوز قهوه ولا شاي، نوت اي دونت مايند، خلاص يعني بقول له انا مينيش اي حاجه فيهم، اي حاجه فيهم بقى دي معناها ايذر، خلاص يعني ايذر تيجي دايما للتخيير او ان استواء الشيء، يعني اما ده او ده. وات اي لايك اباوت نوت work is that you can choose how much work you want to do، اللي عجبني في العمل الايه انه انت تقدر تختار يعني كميه الشغل اللي انت تشتغلها، فريلانس، فريلانسر، فريدم،
فير طبعا. فريلانسر ورك اللي هو عمل الايه، فريلانسر اللي هو الشخص المتفرغ يا جماعه، خلاص كده فريلانسر ورك. نمبر 72 I am only not 8 hours work a day، انا فقط 8 ساعات عمل كل يوم. allowing ولا doing ولا letting ولا making؟ طبعا ادم ورك هنا يبقى هاخد do، لان do دايما تيجي مع work وresearch واكسرسايز وتيست والكلمات اللي احنا قبل كده كنا ساعة لما شرحناهم في السنين اللي قبل كده مع ميك ودو. 73 the problem with being freelance worker، انك تشتغل شغل الفريلانس خلاص، is that you don't always get a work، انك دايما ما عندكش شغل منتظم، يعني دي المشكلة. regular، regular معناه يا جماعة منتظم. اوكي نمبر 74 I had to not a difficult decision، اضطريت ان انا موقف او قرار صعب. and accept work، دايما decision بيجي معاها كلمة make a decision هو يتخذ قرار. freelance accountants، الناس اللي هي يعني الفريلانس محاسبين اللي هم متفرغين يعني اللي هم مش مقيدين وكده حرين يعني. not zero accounts on their own، طبعا ادم احنا اتفقنا ان accounts ممكن يجي معها ايه make accounts، في حين ان زي ما اتفقنا ان do بتيجي مع work we research وكده. number 76 having too much coffee can lead to stress، انك تشرب قهوة كتير ممكن يؤديك للتوتر. and the not of sleep، ونقصان للنوم بيبقى lack of sleep. number 77 I am not to go to the cinema، عاوز اقول انا مشغول قوي ان اروح السينما، يبقى I am too busy. دايما too بيجي مع الصفات السلبية، صفة سلبية ينتج عنها عدم قدرة. 78 my brother is careful، اخويا حريص جدا to avoid making silly mistakes، يعني حريص جدا ان هو يعمل اي اخطاء، يبقى حريص دي صفة ايجابية، يبقى enough. دايما لما يكون في صفة ايجابية وعاوز اجيب بعديها اقول بما فيه الكفاية لكيف، بقول enough too. number 79 they are not thrilling short stories، thrilling short stories بمعنى قصص رعب يعني، that I read them twice أو مثيرة يعني. they are يبقى بيقول لك that، أنا لقيت that لازم يجيب قبلها يا إما so أو such خلاص، فهنا في تلاتة موجودين مش كده. قال لك so صفة مستقلة فقط من غير اسم وبعدين that خلاص. طب هنا ده لا، ده هنا في صفة وفي اسم خلاص، يبقى مش ينفع صو. طب such وsuch a، قال لك such a بيجي في وراها فعلا صفة وبعدين اسم، ايوه يبقى تنفع هنا. لا مش تنفع، ليه؟ لان هنا الاسم ده جمع، ادم جمع فما ينفعش معاه a. such بتيجي مع صفة زائد اسم، الاسم لازم يبقى جمع او اسم لا يعد. لو جبت such a هيبقى اسم مفرد يعد. number 18 that coin يعني عملة معدنية is not to be kept in the museum، يعني هذه العملة قديمة جدا انها تحفظ في المتحف لدرجة يعني تحفظ. فقول انها ايه old enough، دايما تيجي enough تربط مع صفة ايجابية نتج عنها قدرة بعكس to. number 81 Mr. Amin is not honest man، مستر امين راجل امين. that all people respect him، طب ادم في honest man ادي صفة واسم مفرد، ها هنقول ايه؟ يبقى such a. طب لو في such بس يبقى ما تنفعش يا مستر خلاص. number 82 the spaceship سفينة الفضاء not at 7:50 the next evening، طبعا عاوز اقول ان سفينة فضاء طبعا اكيد launches معناها تنطلق. طب sails دي تبحر السفن العادية، دايفز تغوص ما تنفعش يمشي غواصة، درايفز يقود طبعا مش هينفع. number 83 the bus stopped because there was a A in the petrol tank، الاوتوبيس وقف لان كان في A في خزان الوقود في تسرب اللي هي leak. leak يعني يا جماعة تسرب. the doctor not me carefully، الدكتور عمل لي A بحرص to give me عشان يديه الدواء، طبعا examined بمعنى فحص. a space A make take several months، طبعا space mission ممكن تستغرق، طبعا mission يعني معنى مهمة
مهمة فضائية ممكن تستغرق عدة شهور. Number 86 knot means turn round and round very quickly. انك تقعد تلف وتدور جامد قوي ده اللي هي كلمه ايه بقى اللي انا بعمل عليها دي اللي هي سبين. سبين يعني يدور حول نفسه بسرعه. طب امال ايه اوربت؟ اوربت بيلف حوالين شيء تاني. Space walk is a fantastic thing. التجول في الفضاء هو شيء رائع. To ايه بقى؟ To visit ولا to take ولا to make ولا to do؟ مش ده عمل يمكن القيام بيه بأي ها to do. Number 88, what is the main not scientific research? I think it's knowing more about the unknown world. طبعا هنا جاي كلمة reason وكلمة cause. عاوز اقول فرق بين الاثنين. طبعا هو الاثنين معناهم سبب والاثنين في فرق شكلي وفي فرق في المضمون. شكلي ان بيجي ورا reason for ورا cause بيجي off. طيب لو موجود الاثنين اخد ايه؟ قال ببساطة شديدة جدا لما يكون في حاجة هي كانت سبب لحدوث شيء يعني هي السبب الذي سبب الشيء انه يحدث سبب مادي باخد cause of. لكن لما اجي اقول التفسير او التبرير او الغرض من انك تعمل الشيء ده فباخد reason of. عشان كده هنا بيتكلم انتوا ليه بتعملوا البحث دوت العلمي فلمعرفة اكثر. يبقى ده اسمه ايه؟ reason for. اوكي reason ايه يا جماعة؟ ها Number 89, the spaceship will not the Earth. سفينة الفضاء هتدور حول الأرض. يدور حول اسمها orbit. وقلنا الفرق ما بينها وما بين spin. قلنا spin بيدور حول نفسه. Number 90, water should not wisely. طبعا المية يجب أن تستخدم بشكل يعني حكيم. طبعا should be right. طب أما إيه القاعدة دي؟ القاعدة يا جماعة هي قاعدة الباسف. الباسف طبعا ما بيكون في فعل ناقص زي will would shall should can could بجيب وراها بي والبي بي. نمبر 91 a party. party طبعا ليها اكتر من معنى ولكن المعنى المشهور ليها اللي هو معناها حفله. not for my sister engagement يعني هنعمل حفله لخطوبه اختي. يبقى a party دي هنا الاوبجكت يبقى كده مبني لمجهول الجمله فلازم verb to be وتصريف ثالث بعديها. طيب هنا مفيش verb to be. هنا في verb to be بس مش تصريف تالت اتلغت. طيب هنا is going to be given. هنا في verb to be وفي تصريف تالت. طب نشوف بعدها في verb to be لكن ما فيش تصريف تالت. يبقى هي ديت is going to be given. يبقى الشرط الأساسي لأي جملة بمبني المجهول إن أنا أجيب أدور على verb to be في أي صيغه ثم التصريف إيه التالت. ما ينفعش ing ما ينفعش مصدر. Number 92 sooner or later يعني قريب أو بعيد. A cure for cancer علاج للسرطان سيتم اكتشافه. يبقى هنا برضو مبني للمجهول انت هندور عليه على verb to be تصريف ايه تالت. طب ايه هنا اللي فيها verb to be واحد هيقول لي دي لا هنا في verb to be فعلا بس في ing ما ينفعش. طبعا هي will be discovered. animals need to not well. طبعا الحيوانات محتاجة انها تطعم. يبقى to بيجي وراها دايما بي والتصريف ايه التالت في الباسيف يبقى to be fed. old bottles الزجاجات القديمه not for recycling. عاوز ادور على الفيرب to be تصريف تالت لقيت في اتنين في فيرب to be اهو تصريف تالت. بس خد بالكو ان هنا bottles دي جمع مش هينفع is فهياخد are taking. number 95 علي not an email from the company. every time he is asked علي بيبعت له ايميل يعني هو برضو هنا علي رغم ان هو عاقل الا ان هو مفعول. خلاص كده يبقى is sent يرسل له ايميل. خلاص يبقى مش شرط يكون المفعول غير عاقل ممكن يبقى عاقل. علي بيبعت له ايميل يبقى verb to be تصريف يا جماعه تاد. number 96 I am going to not for the new job. I am going انا يعني هيتم مقابلتي بخصوص الوظيفه الجديده يبقى لازم verb to be وتصريف تالت. ادي verb to be بس في ing مش هينفع. هنا فيش verb to be بس في تصريف تالت لا مش هينفع. هنا في verb to be تصريف تالت يبقى على طول اخد ايه ها am interested. number 97 what are the pros في اصطلاح كده على بعض اسمه pros and cons. pros and cons خلاص معناها المزايا والعيوب زي بالظبط advantages and disadvantages. number 98
another to AI. AI دوت لو artificial intelligence أو ذكاء اصطناعي is that it is taking away some people's job. إن هو يعني عيب منه إن هو بيتسبب في إن بعض الناس تفقد وظيفة. يبقى كلمة عيب خلاص كده اللي هو downside. يبقى في كذا كلمة معناها عيوب أو كده. عندي زي disadvantage, downsides, demerits أو زي ما قلنا من شوية cons. Number 99, it is not polite, ليس من الأدب to nod people while they are speaking, إنك تعمل الناس إيه وهم بيتكلموا إنه ما تقاطعهم يبقى interrupt. Number 100, you can call 122 in case of إيه, ممكن تصل ب 122 طبعا في حالة يا جماعة الطوارئ. الطوارئ يعني emergency. 101, blood A is a disease that results from tension. طبعا blood pressure اللي هو ضغط الدم هو ناتج عن هذا المرض عن التوتر والقلق. Number 102, not intelligence is a science. هو العلم الحديث to make a computer things do that usually needs human intelligence. طبعا هو بيسموه artificial intelligence أو الذكاء الاصطناعي أو الصناعي. Number 103, the very old house not yesterday. البيت القديم انهار طبعا collapsed. Number 104, وكنا خدنا قبل كده having قلنا وراها تصريف ثالث فقط يبقى having questioned. Number 105, as soon as I know the good news I was a good excited. يبقى مجرد ما أخبرت. أخبرت يبقى أنا هنا مبني لمجهول. يبقى ندور على verb to be وتصريف ثالث. طبعا الوحيد الverb to be تصريف هي was told. خلاص. Number 106, food not while I was doing my homework. الطعام كان بيعد بينما أنا بعمل شغلي. كان بيعد يبقى ده برضو مبني المجهول verb to be وتصريف ثالث يبقى was being prepared. يعني كان يتم إعداده في زمن الماضي المستمر في حالة المبني المجهول. No mistakes, مفيش أخطاء. Not after I had followed my teacher advice, اتعملت خلاص. طب مستر دلوقتي انت بتدور على مبني المجهول مش كده؟ في ثلاثة مبني مجهول were made, I had been made, I have been made. اتفقنا ان لما الاقي في ماضي تام في جملة ما ينفعش اجيب جملة فيها تاني ماضي تام, لازم اجيب معها ايه بقى, ايه ماضي بسيط. يبقى ينفع الجملة يكون اتنين ماضي بسيط او ماضي تام ومعها ماضي بسيط. يبقى اجيب هنا ايه was made. Number 108, most people love their mobile phones. ناس كتير بتحب الموبايلات بتاعتها. But some people are worried about the effect of mobile phone. طبعا اللي هو تأثيرات الايه الاشارات signals دي الاشارات بتاعت الموبايل فون. ناس خايفة انها. Number 109, doctors think that smoking can not a lot of damage to our health. طبعا damage دايما تيجي مع do damage خلاص. بعكس mistakes بيجي مع make. Number 110, although موبايل فونز سيجنالز ار ويك, بالرغم من ان الاشارات بتاع الموبايلات ضعيفه, the signals sent from mobile phone not are much. الاشارات بتتبعت من موبايل فون ماستس اللي هي اعمده الاشاره او ابراج الاشاره بتاعه الموبايلات. نمبر 110, the plane should reach its A by 9 PM. الطيارة هتوصل لإيه؟ طبعاً لجهة الوصول أو المقصد بتاعها اللي هو destination. destination معناها جهة الوصول. Number 111, scientists usually not experiments on animals. طبعاً هي ناخد هنا carry out يعني يقوم بي خلاص. وكان ينفع do كمان بس مش موجودة في الاختيارات. My car was repaired, العربية بتاعتي اتصلحت. ركزوا بقى في الجملة دي. This means that, ده معناه إن إيه IA. I had my car repaired, ولا I had to repair my car, ولا I had repaired my car, ولا will have to repair my car. الجملة دي بتتكلم على قاعدة كده عندكم جرامر موجود اسمه الكوزيتيف أو الفعل الموكول لغيره اللي هو بيبدأ بالمستفيد وبنستخدم معاه verb to have أو verb get وبعدين بنشوف بقى هل أنت بتتكلم على غير عاقل يعني بقول إن عربيتي اتصلحت أو أنا صلحت العربية. يعني لما أقول أنا صلحت العربية فبعد ما بجيب الفاعل بجيب verb to have أو verb get وبعدين المفعول وبعدين التصريف الثالث يعني I had my car repaired.
وكان ينفع I got my car repaired. طبعا في قاعدة تانية تخص لما يكون المفعول عاقل، هضطر مع get استخدم to. Okay. Number 113. My car engine doesn't start. العربية بتاعتي الموتور ما بيدورش. I will not a mechanic. هنا بقى to check. طبعا هنا ده برضو positive بس في المفعول هنا عاقل بالاتفاق مع، يبقى I will get. طب مستر ما ينفعش اجيب have، ما انت قلت have او get. قلت لك ينفع have او get بس لو لقيت to، خلاص لو لقيت to انت هتستخدم ايه get، مفيش وفي مصدر على طول هستخدم have. Number 114. Are you going to have your shoes polished؟ هتلمع الحذاء بتاعك؟ No. انا هتخلي حد يلمعه؟ No I will not myself. لا انا هلمعه بنفسي. يبقى I A ها I A I will polish them. I will polish them myself. Number 115. Not an air conditioner installed in your room. It's terribly hot there. بيقول له ركب تكييف في اوضتك. ركب تكييف، هو هيركبه بنفسه ولا اكيد في حد فني؟ يبقى دلوقتي have، خلاص لما تيجي كفعل ايه ها امر او فعل نصيحه. تمام. 116. I have a not in biology from Alexander University. من الجامعة، شهادة بتاخدها من الجامعة، أول شهادة بتاخدها اللي هي ليسانس أو بكريوس بتبقى degree. Number 117. أحمد is going to have a 3-night holiday to prepare for his daughter's wedding. طبعا القاعدة دي خدتها من زمان قوي، إن هو لما يكون في عدد وراء اسم لازم الاسم يبقى مفرد. طب ليه؟ لأن بعدي في الموصوف، يعني دي ال 3 هنجيب وراها day 3 day، يبقى ما نلاقي في عدد لازم اجيب الاسم اللي بعد كده مفرد لو في موصوف وراه، خاصة ان في آب بتأكد ان ده مفرد. Number 116. An art center is a place where children and people who are old or ill can be locked after during the day. طبعا المكان اللي بيعتنوا بيه بالأطفال والكلام ده اسمه day care center أو الحضانة يعني. Number 117. Not people usually aim at getting higher position and achieve more success. الناس اللي بتحاول دايما بيبقى عندها طموح وإنجاز وكده، طبعا اللي هو الambitious، معايا الambitious اللي هم الطموحين. Number 110. I have always been an E. أنا كنت دايما في حياتي E worker، عامل E. So my manager likes me، بيحبوني. طبعا كنت conscientious. كلمة conscientious معناها يقظ الضمير أو حي الضمير. Number 119. My uncle's company has a good E. الشركة بتاعت عمي عندها E كويس. كل ال all customer trust بيثقوا فيها كل الزبائن. طبعا reputation. Reputation معناها سمعة. Number 120. The letters IT stand for not technology. طبعا ال IT اختصار لكلمة information technology. Number 121. The manager declared that the company not brilliant workers the next month. بيقول ان الشركة هتعمل ايه للموظفين المتميزين او الرائعين يعني طبعا الشهر الجاي. يبقى was going to promote. طب ليه؟ لان هو اساسا هي future بس في نفس الوقت future مع الغير مباشر بعد ما الكلام اتقال، فكانت is going to promote بقت بدلها was going to promote. Number 122. I suggested that Ali not the matter with his friends. يعني اعتقد ان علي مفروض يناقش الموضوع ده، اقترحت عليه. طب ناخد بقى من قاعدة suggest. suggest ليها قاعدتين، لو جي معها ذات جي بعدها ذات هجيب فعل واجيب الفعل في المصدر او شوت زائد المصدر، خلاص زي هنا كده، هنا مفيش شوت زائد المصدر فهاخد ايه ها discuss. طب ايه القاعدة التانية يا مستر؟ لو مفيش ذات ومفيش فاعل هجيب وراها ing. number 123. حاتم tells us. حاتم بيقول لنا he not the summer holiday in Alexandria when he finished exams. لما يخلص الامتحان بتاعه هيقضي. طبعا he بيقول لنا he will spend. طبعا اتفقنا اي حدثين هيحصلوا في المستقبل، واحد فيه مستقبل والتاني مضارع بسيط او مضارع تام. number 124. The criminals المجرمين admitted that، يعني اعترفوا ان، زي نقط the villa انهم سرقوا الفيلا already. هذا ما اعترفوا يبقى اعترف بحاجة حصلت، يبقى ده حصل في الأول يبقى هاد رابط. Number 125. The social studies teacher مدرس الدراسات الاجتماعية told us that، قال لنا أخبرنا، قال لنا في الماضي that Asia not
the largest continent in the world. طيب واحد هنا ناصح وبيذاكر هيقول لي ادم الكلام خلاص المدرس قاله، يبقى الزمن اللي بعد كده المفروض يبقى ماضي او ماضي تام او اي اشكال الماضي. اقول له كلامك صح بس مش هينفع هنا. ليه؟ لان امتى انا ما بحولش المضارع لماضي مع الغير مباشر في ثلاث حاجات. اول حاجه لما يكون الكلام عن حقيقه ثابته لا تتغير، وهنا فعلا ان هي اكبر قاره اسيا طبعا ده حقيقه، فهاخد ايه؟ ها از. ايه الحاجه الثانيه؟ لما يكون الجمله قبل بعد كلمه told وكده في كلمه just now، يعني الكلام لسه متقال حالا، او يكون متقال a moment ago. نمبر 126 I knew that a new secondary school. ركز في الجمله دي عشان صعب شويه. not in our village recently. الجمله هنا بيقول انا عرفت، يبقى بيتكلم على حاجه في الماضي خلاص كده. طب ان في مدرسه جديده اتفتحت، طب ما في recently يا مستر، وانت قايل لنا recently بيبقى معاها مضارع تام مش كده؟ ده حقيقي، يعني المفروض اخد يا اما has built has been built، عشان هنا passive المفروض has been built. اقول لك لا، لان الكلام بيقول انا عرفت، فالمعلومة هو بيحكي على حاجة هو عارفها، يبقى المضارع التام هيتحول إلى ماضي تام، وفي حالة الباسف برضو يبقى had been a built. Number 127 علي told me that he not his homework at the moment. علي قال لي إن هو كان بيعمل الشغل بتاعه في الوقت ده. طبعا في الوقت ده وقت يبقى كانت مضارع مستمر، فما تتحول تبقى ماضي مستمر يبقى was doing. Number 28 I can't wait for you. أنا مش هقدر استناك because I not for London. سيد عادل، الجملة دي مباشرة خلاص كده، فبيقول مش هقدر استناك لأن أنا not London. سيد عادل قال عادل الكلام ده. طب يبقى إيه؟ I am leaving. I am leaving، أنا ماشي مسافر لندن. طب هو ليه جبت يا مستر؟ لأن طبعا نوع من arrangements، ال complete arrangements خلاص، ترتيبات كاملة وهيسافر وجملة مباشرة. Number 129 It is a hard not to arrange for the youth world forum. إنه إيه صعبة إنك تجهز لمنتدى الشباب العالمي. طبعا هنا task، task معناها مهمة، وكان ممكن يجي كلمة إيه mission أو حتى job. Number 130 My uncle is a not in the Egyptian embassy in Iraq. طبعا هو دبلومات، اللي شغالين دايما في السفارات وبرا يبقى بيسموهم دبلوماسيين. Number 131 My friend has got a first class A at Oxford University. طب حصل على ايه؟ ها degree. طبعا لما بنقول degree ده مع الجامعات والكليات باخد كلمة degree خلاص. Number 132 Mr. Thomas was ambassador not the United States in South Africa. كان سفير لأمريكا، ها يبقى to America. 133 My brother died in 2006 not 45. جاوبنا الجملة دي قبل كده وقلنا aged عن عمر يناهز. قربنا نخلص. 135 Does this novel not any of the writer's beliefs؟ هل هذه الرواية تحتوي على أي أفكار للكاتب؟ خلاص كده. طبعا يبقى إيه؟ include. include معناها تشمل أو تحتوي على. خلاص. 135 My grandfather left me a lot of money in his A. جدي ساب لي فلوس كتيرة في الوصية بتاعته بقى إيه؟ ويل. ناخد بالنا إن ويل ليها أكتر من معنى، يعني ويل ممكن يبقى لها تلات أربع معاني. ويل بمعنى سوف، بمعنى وصية، بمعنى إرادة أو عزيمة. زي ما كلمة ويل اللي هي بالإي برضو ممكن يجي معناها جيدا، أو ممكن يبقى معناها سليم الصحة، أو ممكن يبقى معناها بئر. تمام. Number 136 My uncle used the two not in his farm every day exerting. جدي كان متعود انه يتعب. كلمة يتعب اسمها toil. اسمها يا جماعة toil. حمزة asked why. حمزة سأل خلاص يبقى في الماضي، وده سؤال غير مباشر. هو سأل ليه not late for the evening، ها ليه انا اتأخرت. طب هو سأل يبقى زمان في الماضي. ايه في الماضي؟ احد اشكال الماضي. في شكل ماضي had I been و I had been. قالك ما تاخدش ابدا في الغير مباشر ان الفعل يكون متقدم على الفاعل، فده الصح بقى نقول ايه I had been. لازم يكون في فاعل وبعدين فعل في الماضي عادة. Number 138 Please let me know where. لو سمحت قول لي where. Can we meet, we are going to meet، ولا we would meet، ولا will we meet. طبعا وير اتفقنا ده غير مباشر، فلازم تيجي الجمله، الجمله فاعل وفعل، وهو هنا مضارع
يبقى هقول له where we are going to meet. مش هينفع اجيب حاجه معاها ماضي خالص ولا اجيب حاجه متقدم الفعل على الفعل. Number 139 سمير not me why I had chosen that t-shirt. يبقى سمير سألني ليه أنا اخترت هذا التيشيرت. Number 140 my father asked بابا سألني why not more money now. بابا سألني ليه أنت محتاج فلوس دلوقتي. ده جملة مباشرة يا جماعة، شايفين علامات التنصيص؟ خلاص يبقى أكيد بيقول له do you need. Why do you need? Why do you need? Okay. Number 141 we asked our teacher if our exam papers not. سألنا المدرس لو إذا كان أوراق الإجابة بتاعتنا اتصححت. يبقى اتصححت يبقى في الماضي مش كده؟ had checked ولا had been checked؟ قال لا had been checked عشان دي في الباسيف أو المبني للمجهول. Number 142 she asked me if I. هي سألتني إذا كنت، وإف طبعا من الروابط للجملة الغير مباشرة في حالة السؤال. my lost mobile سألتني إذا كنت لقيت موبايلي. يبقى إف إيها I had found. أدم كلام اتقال في الماضي لازم أجيب ماضي. Number 143 a good E treats his or her worker well. إيه اللي بيعامل موظفينه كويس؟ اللي هو صاحب العمل. صاحب العمل بالإنجليش اسمه employer. Number 143 successful companies always ask for highly A applicants. دايما الشركات الكبيرة أو الناجحة بتطلب المتقدمين بتاعهم يكونوا ذو مؤهل عالي يعني أو مؤهلات عالية. يبقى for highly qualified. يبقى لما يكون قول حد ذو مؤهل عالي بقول highly qualified. Number 144 some companies بعض الشركات not courses for their work. بعض الشركات بتقدم أو بتزود يعني دورات أو كورسات لموظفينها. طبعا ها provide خلاص provide معناه يمد أو يزود. Number 145 my brother works for the finance. finance يعني المالية أو الحسابات. for large companies in Asyut شغال في قسم الحسابات يبقى department. الجملة الأخيرة بقى معايا we should not how important science is to our lives. احنا يجب علينا ان احنا نقدر يعني appreciate. appreciate بمعنى يا جماعة يقدر. وكده احنا خلصنا 146 جملة تشمل كل كلمات المنهج تشمل كل الجرامر. اتمنى ان شاء الله ان الامتحان ما يخرجش منها رغم ان انا ضد فكرة التوقع وده جاي ومش جاي، ولكن احنا بنقول ان دي حاجات بتسهل لنا لان دي من المنهج نفسه. بتنسوش برضو تراجعوا على القصة وهتلاقوا الرابط موجود عندكم هيظهر لكم دلوقتي خلاص. وفي نفس الوقت حاولوا ان انتوا تراجعوا على الكلمات بتاعت المنهج ومراجعة سريعة. واتمنى ان شاء الله ان ربنا يكرمكم في الامتحان. ما تنسوش صحيح المذكرة هتبقى اللي هي فيها الاسئلة دي واكتر شوية كمان هتبقى موجودة في الديسكريبشن للتحميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.